الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثامن، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من حلقات دولة الكويت والعالم الإسلامي. سوف نتناول في هذه الحلقة مراجعة لما سبق شرحها، وهي مراجعة للفترة الأولى من الفصل الدراسي الأول. كل هذا بعد الفاصل، فابقوا معنا. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثامن، أهلا وسهلا بكم من جديد لحلقة من حلقات تاريخ الكويت والعالم الإسلامي. نذكركم بأننا سوف نتناول في هذه الحلقة مراجعة لما سبق شرحها في حلقات سابقة، من خلال أولا أحوال العرب قبل الإسلام، سواء كان السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الدينية. ثانيا ظهور الإسلام وقيام الدولة العربية الإسلامية، بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، الدعوة إلى الدين الإسلامي، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى يثرب حتى غزوة أحد. أولا أحوال العرب قبل الإسلام. ضع علامة صح مقابل العبارة الصحيحة وعلامة خطأ مقابل العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ فيما يلي. 1. من القبائل التي دانت باليهودية قبيلة بني قريظة، هوازن، وبني قينقاع. صح أم خطأ؟ الإجابة خطأ. لماذا؟ ما هو الخلل؟ الخلل في هوازن، فالإجابة الصحيحة هي بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. 2. قامت زراعات في واحات يثرب والبحرين والطائف واليمن، الإجابة صح. 3. انتشرت المسيحية بين قبائل قسان وقباعة في الجنوب، الإجابة خطأ. ما هو الخطأ؟ الجنوب، لأن قبائل قسان وقباعة في الشمال، في الجنوب يجب أن تكون الإجابة اليمن وليست قسان وقباعة. 4. ديانة الفرس هي المجوسية وقد انتشرت في مملكة حمير، الإجابة خطأ. أين الخطأ؟ مملكة حمير، المجوسية انتشرت في مملكة الحيرة وهي العراق حاليا. 5. آمن بالديانة الحنيفية ابن عم السيدة خديجة وهو مصعب بن نوفل، الإجابة خطأ. أين الخطأ؟ وهي ورقة بن نوفل وليس مصعب بن نوفل. ننتقل إلى سؤال آخر، أكمل العبارات التالية بما يناسبها. 1. تقع شبه الجزيرة العربية في أقصى جنوب قارة، أي قارة؟ قارة آسيا. 2. دائرتي الأرض التي تقع بينهما شبه الجزيرة العربية شمالا هما 12
و 32 درجة شمالا. ثلاثة، كانت شبه الجزيرة العربية مركز لأطماع كلن من إمبراطورية وإمبراطورية إمبراطورية الفرس والروم. أربعة، قارات العالم القديم هي آسيا وأفريقيا وأوروبا. فإذا قارات العالم القديم هي ثلاث، آسيا وأفريقيا وأوروبا. خمسة، المسطحات المائية التي تطل عليها شبه الجزيرة العربية هي البحر الأحمر، والذي يطلق عليه قديما القلزم، الخليج العربي، وبحر العرب. ستة، يقع مناخ شبه الجزيرة العربية ضمن الأقليم، أي إقليم؟ الإقليم الصحراوي. سبعة، تسقط الأمطار على اليمن في فصل، أي فصل؟ هل هو الشتاء؟ لا، صيفا. ثمانية، الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية هي، أي حرفة؟ احنا تناولنا أنشطة اقتصادية مورست على أرض شبه الجزيرة العربية، وهي حرفة الرعي. تسعة، يحد شبه الجزيرة العربية غربا من ناحية الغرب مسطح مائي اسمه قديما، فإذا المطلوب اسم القديم وليس الجديد، هو بحر القلزم. عشرة، من أهم المعارك التي دارت في مملكة الحيرة معركة، أي معركة؟ ذي قار، وكانت في عام 614 ميلادي. 11، كانت شبه الجزيرة العربية وسيطا تجاريا بين الهند وشرق أفريقيا وأوروبا. 12، من أشهر السدود في اليمن سد اسمه، وهو من السدود المشهورة في اليمن، مأرب. 12، من أشهر الأسواق المحلية في شبه الجزيرة العربية وبالقرب من الطائف تحديدا هو سوق عكاظ. 13، من أشهر الأسواق المحلية في شبه الجزيرة العربية بالقرب من مكة تحديدا هو مجنة وذو المجاز. 14، تأسست مملكة الحيرة عام 226 ميلادي. 15، الديانات التي انتشرت في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام هي الوثنية واليهودية والمسيحية والحنيفية والمجوسية. 16، من الممرات التجارية العالمية الخليج العربي والبحر، أي بحر؟ البحر الأحمر. إذن الخليج العربي والبحر الأحمر من الممرات التجارية العالمية. 17، أقل الحرف اهتماما في شبه الجزيرة العربية حرفة الصناعة،
وهذه تناولناها لما ذكرنا الأنشطة الاقتصادية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. ننتقل إلى المفاهيم الخاصة بأحوال العرب قبل الإسلام. القبيلة هي مجموعة من الناس تجمعهم وحدة الدم والمصلحة المشتركة. الخلع عقوبة توقع على الفرد الذي يخالف قواعد القبيلة ونظامها. شيخ القبيلة هو الذي يدير كل شؤون القبيلة ويتصف بالشجاعة والحكمة وسداد الرأي. فإذا الصفات التي يتحلى بها شيخ القبيلة هي الشجاعة، الحكمة وسداد الرأي. طبقة الأحرار هم من أبناء القبيلة التي يجمعهم نسب واحد. طبقة الموالي هم أبناء القبائل الأحرار انضموا للقبيلة الجديدة بدافع المصلحة فصاروا منها، ويتم الانضمام بأحد الطرق وهي يا إما الجوار أو العتق أو الحلف. أما طبقة الرقيق فهم العبيد الذين يقومون بكل الأعمال التي لا يقوم بها طبقة الأحرار والموالي. نكمل. وأد البنات هو دفع البنات وهم أحياء، وهي عادة انتشرت قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام حرمها. الديانة الوثنية عبادة الأصنام، وكان يدين بها معظم قبائل العرب. الحنيفية ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وتدعو إلى عبادة إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. أما الديانة المجوسية فهي عبادة النار عند الفرس، وقد انتشرت في مملكة الحيرة وهي العراق حاليا. ننتقل إلى سؤال عللي والخاص بأحوال العرب قبل الإسلام. أولا، طمع كلا من إمبراطوريتي الفرس والروم في شبه الجزيرة العربية. إحنا ذكرنا في عندما تكلمنا عن الموقع الجغرافي للوطن العربي، قلت إن هالموقع الجغرافي جعل شبه الجزيرة العربية في موضع يطمع به الدول المتاخمة لها، ومنها الفرس والروم. إذن الإجابة نظرا لموقعها الجغرافي المتميز. ثانيا، أمطار شبه الجزيرة العربية قليلة وشتوية. احنا ذكرنا من قبل أن شبه الجزيرة العربية تقع من ضمن الأقاليم الصحراوية، والمعروف أن الأقليم الصحراوي قليل الأمطار في فصل الشتاء وعديم الأمطار أو شبه عديم نقدر نقول في فصل الصيف. فإذا لأنها تقع ضمن الأقاليم الصحراوية. ثالثا، أمطار اليمن صيفية. فإذا هنا يوجد استثناء، احنا قلنا أمطار شبه الجزيرة العربية قليلة وأمطارها شتوية، ولكن باستثناء اليمن. لماذا اليمن تحديدا؟ بسبب هبوب الرياح الموسمية الممطرة صيفا، ووضحناها في الدروس اللي السابقة من خلال خريطة. رابعا، سيادة حرفة الرعي في شبه الجزيرة العربية بسبب الطبيعة الصحراوية. احنا قلنا ان حرفة الرعي تحتاج التنقل من مكان الى مكان من اجل المرعى، ونظرا الى الطبيعة الصحراوية القاسية لا تتوافر المرعى في مكان واحد، وانما في اماكن مختلفة نظرا إلى قساوة البيئة الصحراوية.
5. تطبيق عقوبة الخلع على بعض أفراد القبيلة. متى تتم هذه العقوبة؟ عند مخالفة قواعد ونظم القبيلة. 6. حال النظام السياسي في شبه الجزيرة العربية كان غير مستقر، يا ترى ما هو السبب؟ بسبب سيادة المناخ الصحراوي. 7. كان للأسواق في شبه الجزيرة العربية دور ثقافي هام، يا ترى ما هو؟ كان يلقى فيها الخطب الحماسية ونظم الشعر. فإذا أقدر أقول لما نقول ما هو الدور الثقافي أيضا التي كانت تقوم به الأسواق في شبه الجزيرة العربية، اللي هي كانت تقوم فيها الخطب الحماسية ونظم الشعر. 8. ازدهار التجارة في موسم الحج. لماذا الحج تحديدا؟ لأن العديد من القبائل الأخرى تأتي لزيارة الأصنام المتركزة في مكة قبل الإسلام. 9. رحيل كثير من القبائل للبحث عن مراعي أفضل. السبب؟ نظرا للطبيعة الصحراوية التي جعلت الرعاة يعانون من قساوة المرعى. 10. تعتبر الصناعة من أقل الحرف اهتماما في شبه الجزيرة العربية. بسبب قلة المواد الخام الأولية اللازمة للصناعة. 11. انقسم المجتمع العربي قبل الإسلام إلى عدة طبقات. لماذا؟ لأنه افتقر إلى المساواة الاجتماعية فلم يتوحد قبل الإسلام. 12. كان للمرأة العربية قبل الإسلام دور مهم في المجتمع العربي بشكل عام، حيث أصبحت ملكة في النظام الملكي مثل ملكة سبأ وهي بلقيس. كان لها دور في الحروب مع الرجال. أيضا في مكة كان مفتاح الكعبة بيد المرأة. ننتقل إلى أسئلة أخرى متنوعة لنذكر من أهم المنتجات الزراعية في شبه الجزيرة العربية. هناك منتجات متواضعة في شبه الجزيرة العربية نظرا إلى الطبيعة الصحراوية لشبه الجزيرة العربية. احنا ذكرنا من قبل أن في زراعة ولكن في مناطق محددة وخاصة في الجنوب. من هذه المنتجات الأرز، البقول، الحنطة والفواكه. الحنطة هي الشعير. أما من أهم الصناعات في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام أيضا متواضعة وقليلة، السيوف، الرماح، الجلود، الخناجر والفخار. أجب عما يلي. 1. أذكر صفات شيخ القبيلة: الشجاعة، الحكمة، سداد الرأي. 2. كم عدد الأنظمة السياسية التي وجدت في شبه الجزيرة العربية وما هي؟ هي 3 أنظمة: النظام الملكي، النظام المدني، النظام القبلي. 3. من قائل هذه العبارة وما هي مناسبتها؟ هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجب وبي نصره. القائل: الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المناسبة فهي هزيمة الفرس التي وافقت بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. 4. ما الدور التجاري الذي لعبه الموقع الجغرافي لشبه الجزيرة العربية؟ فهي حلقة وصل بين قارات العالم القديم، وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا. أكرر، قارات العالم القديم هي آسيا وأفريقيا وأوروبا. 5. كيف اكتسب الرسول صلى الله عليه وسلم خبرة بالمعاملات التجارية ومعرفة طبيعة الناس؟
من خلال مشاركته في تنظيم القوافل التجارية إلى الشام عندما كان صغير برفقة عمه. ثانيا، تاجر بأموال السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين. سادسا، إلى كم طبقة قسم المجتمع العربي قبل الإسلام وما هي هذه الطبقات؟ طبقة الأحرار، طبقة الموالي، وطبقة الرقيق. إذن هم ثلاث طبقات. سبعة، كيف يتم الانضمام إلى طبقة الموالي؟ يتم الانضمام بإحدى الطرق، يا إما الجوار أو الحلف أو العتق. ثمانية، كيف يمكن للرقيق الانضمام إلى طبقة الموالي؟ إذا اعتق نفسه بالمال من سيدة وقد يعتقه سيدة لشجاعته فيصبح من الموالي، فإذا بإمكان العبد أن يعتق نفسه بالمال. تاسعا، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لا إله في قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، صدق الله العظيم. استخرج من الآية السابقة حقائق ثابتة. تكلمنا في حلقة سابقة عن رحلة الشتاء والصيف، وذكرنا إن كانت رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. أقر الإسلام رحلة الشتاء والصيف التي كانت قبل الإسلام، وهذه الآية خير مثال. سكنت قبيلة قريش موقع الوسط بين الشام واليمن من خلال سؤال جديد، وهو أكمل الجدول التالي. مملكة الحيرة، نبي نعرف متى تأسست ومن هم سكانها وما هي أهم معاركها وعدد حكامها. تأسست سنة 226 ميلادي، أما سكانها فأغلبيتهم كانوا من العرب. أهم معاركها ذي قار، وعدد حكامها تقريبا 25 ملكا. أما معركة ذي قار كانت سنة 16 و14 ميلادي. أما معركة ذي قار فكانت سنة 614 ميلادي، والأطراف هم القبائل العربية والفرس. النتيجة كانت هزيمة الفرس. من خلال الخريطة الصماء لشبه الجزيرة العربية، حدد عليها المسطحات المائية التي تطل على شبه الجزيرة العربية. المسطحات هي الخليج العربي، بحر العرب، البحر الأحمر أو القلزم. من خلال الخريطة حدد عليها الديانات المنتشرة قبل الإسلام. اليهودية موجودة في هذا الموقع وهو شمال الجزيرة العربية، تحديدا العراق حاليا وإيران. خيبر وتيماء أيضا في هذا الموضع تنتشر اليهودية. يثرب أيضا كانت تنتشر اليهودية هناك. اليمن أيضا كانت اليهودية موجودة هناك. أما الوثنية موجودة في الشمال، موجودة أيضا في غرب الجزيرة العربية وأيضا في الجنوب، وأخيرا المسيحية توجد في شمال الجزيرة العربية وفي جنوبها، ولكن الجنوب بشكل بسيط. من خلال الخريطة حدد عليها الأنظمة السياسية في شبه الجزيرة العربية. المطلوب ممالك النظام الملكي والنظام المدني قبل الإسلام. ممالك الشمال
بالنسبة للنظام الملكي باللون الأخضر هي الحيرة، القساسنة، والأنباط. أما ممالك الجنوب وهي باللون الأحمر معين سماء حمير. ثانيا النظام المدن وهو باللون الأسود يثرب، مكة والطائف. فإذا يثرب ومكة والطائف النظام المدني الذي ساد شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. إلى هنا نأتي إلى نهاية مراجعة أحوال العرب قبل الإسلام، وسوف نتطرق إلى ظهور الإسلام وقيام الدولة العربية الإسلامية. كل هذا بعد الفاصل، فابقوا معنا. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثامن، أهلا وسهلا بكم من جديد. سوف نستكمل في هذه الحلقة ظهور الإسلام وقيام الدولة العربية الإسلامية اللي راح نتكلم عنها مراجعة شاملة عن بعثة الرسول، دعوة إلى الدين الإسلامي، والهجرة إلى الحبشة، وكذلك الهجرة إلى يثرب حتى غزوة أحد. من خلال أسئلة صح أم خطأ، ضع علامة صح مقابل العبارة الصحيحة وعلامة خطأ مقابل العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ فيما يلي. أولا، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته علنا لجميع القبائل، صح أم خطأ؟ الإجابة خطأ. ما هو الخطأ؟ ليس علنا وإنما كانت الدعوة سرية في بدايتها. ثانيا، أول من آمن بالدعوة الإسلامية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صح، هو من السابقين إلى الإيمان في هذه الدعوة الإسلامية. ثالثا، اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته مقرا للدعوة الإسلامية، الإجابة خطأ. فإذا الخطأ هو ليس في بيته وإنما في دار الأرقم. أربعة، وافقت قريش على الدعوة الإسلامية منذ بدايتها، الإجابة خطأ وإنما عارضت منذ البداية. خامسا، خافت قريش على مكانتها الدينية والتجارية بعد ظهور الدعوة الإسلامية، الإجابة صح. سادسا، استخدمت قريش العديد من الأساليب لمحاربة الدعوة الإسلامية، الإجابة صح. سابعا، المجوسية هي الديانة السائدة في قريش، الإجابة خطأ، الخطأ في المجوسية، الديانة السائدة عند قريش هي الوثنية. ثامنا، حاولت قريش إغراء الرسول صلى الله عليه وسلم بالمال والجاه حتى يترك الدعوة الإسلامية، الإجابة صح. تاسعا، استمرت مقاطعة قريش لبني هاشم لمدة 5 سنوات، الإجابة خطأ وإنما 3 سنوات. عاشرا، كانت أول هجرة للمسلمين إلى الحبشة، صح. 11، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأوس والخزرج إلى يثرب علي بن أبي طالب بعد بيعة العقبة الأولى، الإجابة خطأ
ليس علي بن أبي طالب وإنما مصعب بن عمير. 12. عدد الذين استشهدوا من المسلمين في معركة أحد 71 رجلا. خطأ، العدد كان 74 رجلا. 13. قائد المشركين في معركة أحد هو مصعب بن عمير. خطأ، الإجابة الصحيحة هو خالد بن الوليد. ننتقل إلى سؤال آخر، وهي أكمل العبارات التالية بما يناسبها. 1. ولد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في مدينة مكة المكرمة. 2. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم عام 571 ميلادي الذي سمي بعام الفيل. 3. توفيت أم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في سن 6 من عمره، بعد وفاة أبو رباما جدة عبد المطلب ثم عمه أبو طالب. 5. القارة الذي كان يتأمل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الكون هو غار حراء. 6. السرية التي تعتبر بداية الصراع العسكري بين المسلمين ومشركي قريش هي سرية نخلة. 7. أول مسجد في الإسلام هو مسجد قباء. 7. استمرت الدعوة السرية للدين الإسلامي لمدة 3 سنوات. 8. كان مقر الدعوة الإسلامية في المرحلة السرية في دار اسمها دار الأرقم. 9. بدأ الرسول الدعوة بأقرباء من عبد المطلب ثم بقبيلته ثم باقي القبائل الأخرى والعالم. 10. الموسم الذي كانت تأتي فيه القبائل بكثرة إلى مكة هو موسم الحج. 11. أول فدائي بالإسلام هو علي بن أبي طالب. 12. المكان الذي تأسست فيه الدولة الإسلامية هو المدينة المنورة. 11. نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمره 40 عاما. 12. ملك الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء هو جبريل عليه السلام. 13. نزل القرآن الكريم باللغة العربية. 14. الضعفاء من المسلمين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ممن تعرضوا للتعذيب هم آل ياسر. 15. عدد الذين هاجروا إلى الحبشة سنة 616 ميلادي هم 11 رجلا وأربع نساء. 16. الصحابي الذي رافق الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة هو أبو بكر الصديق. ننتقل إلى سؤال آخر، أجب عما يلي. اذكر أسباب معارضة قريش لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. 1. أسباب اجتماعية، وهي التعصب للعادات والتقاليد الموروثة من الآباء وصعوبة تغييرها في القبيلة. 2. أسباب سياسية، وهي الخوف من تولي الرسول صلى الله عليه وسلم الزعامة في قريش، ويصبح زعماء قريش خاضعين للرسول صلى الله عليه وسلم فيفقدون مكانتهم بين القبائل. 3.
أسباب اقتصادية، وهي خوف قريش على مكانتها التجارية، وخاصة في موسم الحج الذي يدر عليها موارد اقتصادية متعددة. 3. أسباب دينية، وهي الوثنية جعلت لقريش مكانة دينية، فلو اتبعت الدين الجديد لفقدت مكانتها الدينية. 2. عدد الأساليب التي اتبعتها قريش في مقاومة الدعوة الإسلامية. الضغط على أبو طالب لإرقام ابن أخيه على إيقاف دعوته والكف عن سب الآلهة والأصنام. 2. استخدام أسلوب الجدل والاستهزاء والإقراء بالمال والجاه. 3. التهديد والاضطهاد والتعذيب لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى مات بعضهم تحت وطأة التعذيب. 4. مقاطعة بني هاشم، حيث كتبت وثيقة علقت على الكعبة وكان الهدف منها عزل بني هاشم والقضاء على الدعوة الإسلامية، واستمرت 3 سنوات. 3. ما هي الآية القرآنية التي تعتبر بداية نزول القرآن الكريم وظهور الدين الإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. 4. كم عدد مراحل الدعوة في الدين الإسلامي؟ 2، وهما: أولاً الدعوة السرية، بدأها الرسول بأهل بيته وأقرب الناس إليه، وهم خديجة بن خويلد، علي بن أبي طالب، وأبو بكر الصديق. وكانت الدعوة بشكل سري، استمرت 3 سنوات، ومقرها كان دار الأرقم. 2. الدعوة الجهرية، الإعلان بالدعوة، بدأ بأغاربة من عبد المطلب، قبيلة قريش، القبائل الأخرى، ومن ثم العالم. 5. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأغربين. ما معنى هذه الآية؟ أي تبليغ الدعوة الإسلامية لعشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المقربين منه، ابتداء بعبد المطلب، ثم قبيلة قريش والقبائل الأخرى والعالم. 6. قال الله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. ما معنى هذه الآية؟ نشر الدعوة الإسلامية بين القبائل التي تأتي في موسم الحج. 7. من قائل هذه العبارة: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه، وما هو سبب قولها؟ القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والسبب القول هو تعليل لماذا اختار المسلمين الهجرة إلى الحبشة تحديدا. 8. ما الأهداف الهجرة إلى الحبشة؟ تخفيف الضغط والاضطهاد على المسلمين، الحصول على المساعدة الخارجية للدعوة الإسلامية، نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. 9. ما الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة؟ 1. بناء المسجد ليكون مركزا دينيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا للدولة الإسلامية الجديدة. 2. المصالحة والتعاون بين الأوس والخزرج. 3. المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. 4. إصدار الصحيفة في عام 623 ميلادي، وهي دستور ينظم العلاقات الاجتماعية بين قبائل المدينة والقبائل المجاورة للمدينة وقبائل اليهود داخل المدينة. 10. ما هدف السرية في الدولة الإسلامية؟ 1. حماية الدولة. 2. معرفة أخبار قريش. 3. إبراز قوة المسلمين. 4. التحالف مع القبائل. 11. اذكر 3 من الذين استشهدوا من المسلمين في معركة أحد، هم حمزة بن عبد المطلب، عبد الله بن جحش، ومصعب بن عمير. 12. كم عدد السرايا الإسلامية؟ بلغ 47 سرية. ننتقل إلى نتائج معركة أحد عام 3 هجري، ومن هذه النتائج أنها أثرت الهزيمة في نفوس المسلمين، ارتفاع الروح المعنوية لمشركي قريش، وطرد يهود بن النضير. علل: 1. سير
يسير أبرهة الحبشي جيش من بين فيل ضخم إلى مكة. السبب لهدم الكعبة المشرفة. 2. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الضعفاء بالهجرة إلى الحبشة بسبب ازدياد اضطهاد المسلمين من قبل مشركي قريش. 3. يعتبر علي بن أبي طالب أول فدائي بالإسلام، لأنه نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ليوهم قريش التي أرادت قتل نبينا أن من في الفراش هو الرسول صلى الله عليه وسلم. من خلال هذه المفاهيم الخاصة بظهور الإسلام وقيام الدولة العربية الإسلامية، ما هو مفهوم السرية؟ السرية هي مجموعة من القوى العسكرية ترسل إلى حدود الدولة الإسلامية. الأنصار هم الأوس والخزرج، أما المهاجرين هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. اكتسب الرسول صلى الله عليه وسلم عدة خبرات متنوعة، فمن خلال هذا الجدول حدد المطلوب. اشتراكه في حلف الفضول، ما هي الصفة التي اكتسبها من خلال مشاركته في هذا الحلف؟ الخبرة السياسية. أما عمله بالرعي فاكتسب من خلاله الصبر. وحادثة الحجر الأسود اكتسب من خلالها أو وضح من خلالها سرعة البديهة. العمل بالتجارة. الأمانة. أما اشتراكه في حرب الفجار فاكتسب من خلالها الخبرة العسكرية. قارن بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية حسب ما هو مطلوب. بالنسبة لبيعة العقبة الأولى كانت سنة 621 ميلادي، أما بيعة العقبة الثانية كانت عام 622 ميلادي. الأطراف في بيعة العقبة الأولى الأوس والخزرج مع الرسول، وفي بيعة العقبة الثانية أيضا كانت بين الأوس والخزرج والرسول. موقع البيعة الأولى كانت في مكة، والعقبة الثانية أيضا في مكة. عدد الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في العقبة الأولى 12 رجل، أما في العقبة الثانية كانت 73 رجل وامرأتان. قارن بين غزوة بدر وغزوة أحد حسب ما هو مطلوب في الجدول التالي. بالنسبة للعام، غزوة بدر كانت عام 624 ميلادي 2 هجري، أما أحد فكانت في عام 625 ميلادي 3 هجري. أسباب غزوة بدر كانت تصدي الرسول صلى الله عليه وسلم لقافلة قريش التجارية القادمة من الشام، أما أسباب غزوة أحد أرادت قريش الأخذ بالثأر من معركة بدر. عدد المسلمين في غزوة بدر 319 رجلا، أما في غزوة أحد 700، وعدد المشركين في غزوة بدر 950 رجلا، أما في غزوة أحد كانت 3000. النتيجة في غزوة بدر انتصار المسلمين، أما في أحد انتصار المشركين. هنا ملاحظة، الكتاب ما حدد أعداد المسلمين والمشركين بالنسبة لغزوة أحد فقط، عشان كذي مو مطلوب ولكن معلومة رأية. حدد على الخريطة الصماء التي أمامك المكان الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة بعد بيعة العقبة الأولى إلى المدينة المنورة. إذن أمر المسلمين بالهجرة إلى المدينة المنورة بعد بيعة العقبة الثانية. 2. مكان ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، مكة المكرمة. 3. مكان أول هجرة للمسلمين بعد تعذيب مشركي قريش لهم، الحبشة. الغار الذي تخفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحب أبو بكر هو، نلاحظ أسفل مكة، غار ثور. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذه اليوم، نراكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.